أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الإخبارية والتي نرصد فيها كل جديد محليا وعربيا وعالميا، حيث أفاد مراسل إكسترا نيوز بمحافظة الشرقية بسيطرة قوات الحماية المدنية على حريق في أحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور لمكان الحريق وتمكنت من إخماده بعد الدفع بثلاث سيارات إطفاء. وأضاف مراسلنا أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية. كلف محافظ أسوان اللواء الدكتور إسماعيل كمال بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشغيل جميع المرافق العامة بمحطات مياه الشرب والكهرباء بمدينة أبو سمبل السياحية، وذلك عقب استقرار الأحوال الجوية داخل المدينة بشكل كامل بعد أن تعرضت لأمطار غزيرة ومتوسطة. كما كلف المحافظ بشفط كميات المياه أولا بأول لتلافي أي أثار سلبية لها، موجها في الوقت نفسه بمتابعة الميدانية بالتعاون بين الوحدة المحلية والأثار لتنظيم حركة دخول وخروج الأفواج السياحية. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى ملف تراجع مؤشرات الأسهم العربية والعالمية في معظم دول العالم. تراجعت مؤشرات الأسهم العربية في تعاملات اليوم مع هبوط الأسواق الأسيوية والأوروبية وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة. هذا وتجتاح الأسواق العالمية حالة من الخوف أدت إلى موجة من البيع في ظل تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي. كذلك تأثرت الأسواق العربية بالاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إذ يتخوف المستثمرون من تصاعد المواجهة بين إيران وحزب الله مع إسرائيل. هذا وتأثرت البورصة المصرية بالانخفاضات العنيفة التي حدثت للبورصات العالمية بسبب مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. المزيد في سياق هذا العرض الضريبي. We'll be right back.
أثارت زيادة مبيعات الأجانب بأذون الخزانة المصرية والتي بلغت حوالي 14 مليار و400 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي قلق العديد من المستثمرين والمتعاملين بسوق الأسهم والديون المصرية. يأتي ذلك في عقاب زيادة الاضطرابات الجيوسياسية بالمنطقة. المزيد في سياق هذا العرض نتابع. تأثيرات كبرى تركها الانخفاض الحاد في الأسواق والبورصات العالمية على البورصات العربية ومن بينها البورصة المصرية. المزيد عن تلك التأثيرات نتابعها في سياق هذا العرض مع الزميل هشام عبد التواب. هشام أهلا بك، تفضل. شكرا جزيلا لك حور. بالتأكيد أبعاد وتأثيرات كبرى نتعرف عليها في هذا العرض مع مشاهدينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. شهدت الأسواق العالمية تراجعا حادا، وذلك بعد صدور بيانات تتعلق بأرقام الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أظهرت هذه الأرقام ارتفاعا في مستويات البطالة، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود. ولقد كان لهذا التراجع تأثير مباشر على البورصة المصرية، إذ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على تراجع حاد خلال تعاملات جلسة الاثنين، ليفقد رأس المال السوقي حوالي 56 مليار جنيه. وعلى صعيد تعاملات الأسهم، اتجهت مؤسسات الاستثمار لشراء الأسهم واتجه الأفراد إلى البيع، وهبط الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس الماضي، ليبلغ 49 جنيها و50 قرشا لكل دولار، وسط تراجعات عالمية بأسعار العملات والسلع وأسواق المال. ويرجع ارتفاع سعر الدولار إلى تخرج بعض المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية خلال الفترة الماضية، مع استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية
في المنطقة. ويعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مؤشرا صحيا على مرونة سعر الصرف في البنوك المصرية، وخاصة مع خروج جزء من الأموال الساخنة، وهي النقطة التي كانت الحكومة المصرية مستعدة لها تماما في ظل التطورات الجيوسياسية. ويعكس أيضا ارتفاع في سعر الدولار عدم الاعتماد على الأموال الساخنة بشكل يكبل السياسة النقدية المصرية، والتي تتبنى نهجا مرنا في سعر الصرف يحدده السوق تبعا لآليات العرض والطلب. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.7 نقاط في يوليو من 49.9 نقاط في يونيو، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة، وهو المستوى الفاصل ما بين النمو والانكماش. كما أفادت الشركات بانكماش طفيف لكنه مستمر في مستويات النشاط في بداية الربع الثالث من العام. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا سريعا لأبرز تأثيرات تراجع الأسواق العالمية على البورصة المصرية. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. الآن نعود إلى حور محمد. حور، شكرا لك هشام. مشاهدينا، ونتابع في سياق هذه التغطية، حيث تراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مع تنامي المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة في أعقاب بيانات ضعيفة عصفت بالأسواق المالية. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.71%، وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 3.66%، في حين إن هو المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 46.3%. أدى انهيار البورصات العالمية إلى موجة من خروج الأموال الساخنة من سوق الأموال المصري، حيث تخرج المستثمرين الأجانب بنحو 4 مليارات دولار من أذون الخزانة المصرية نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة. المزيد عن تأثير مبيعات مستثمري الأموال الساخنة وتأثيرها على الجنيه المصري في العرض التالي، وبالعودة مرة أخرى للزميل هشام عبد التواب. هشام، إليك، تفضل. شكرا جزيلا لك حور، وهذه المرة الحديث كله عن الجنيه المصري. أهلا بكم مشاهدينا. أثارت زيادة مبيعات الأجانب بأذون الخزانة المصرية والتي بلغت حوالي 14.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي قلق العديد من المستثمرين والمتعاملين بسوق الأسهم والديون المصرية. يأتي ذلك في أعقاب زيادة الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، حيث اتجه المستثمرون الأجانب إلى البيع في أذون الخزانة المصرية خلال الأسبوع الماضي. كانت صحيفة المال قد أشارت في وقت سابق إلى أن المستثمرين الأجانب تخرجوا بنحو 4 مليارات دولار من أذون الخزانة المصرية خلال يونيو الماضي، وكان لتلك الأحداث تأثيرات على سعر صرف الجنيه المصري، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية إلى أعلى مستوياته منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي، مسجلا مستوى 48.72 جنيه. المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أكد أن حجم الأموال الساخنة التي جذبها البنك المركزي عقب التعويم لا يشكل خطرا كبيرا، خاصة أن مخاطر الرافعة المالية منخفضة، وكان بإمكان البنوك وشركات الوساطة المصرية تضخيم ذلك الرقم من خلال إقراض المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية، مما كان سيؤدي إلى تضخيم الاستثمارات في الأموال الساخنة في مصر عدة مرات. ويأتي تحريك سعر صرف الدولار الأمريكي
كنتيجة مباشرة للمبيعات الكبيرة في أذون الخزانة المصرية، على الرغم من أن صافي الأصول الأجنبية لا يزال عند مستويات جيدة مقارنة بالفترة السابقة للتعويم، حيث سجل 14 مليار و800 مليون دولار مقابل عجز يزيد على 29 مليار دولار. شهر مارس المقبل يعتبر موعدا هاما بالنسبة لاستحقاقات أذون الخزانة للمستثمرين، حيث إن معظم العطاءات التي طرحت في مارس الماضي بقيمة 440 مليار جنيه تم شراؤها من قبل مستثمرين أجانب نظرا لأفضلية التسعير. ويأتي ثاني أكبر موعد لاستحقاق أذون الدين أو أدوات الدين المملوكة للأجانب بأجال 273 يوما في شهر ديسمبر المقبل بقيمة 271 مليار جنيه، تليها أذون الخزانة باستحقاق 182 يوما بحجم حوالي 100 مليار جنيه. سوق الأوراق المالية المصري تأثر بأداء الأسواق العالمية أيضا، حيث شهدت الأسواق الأمريكية انخفاضات على مدار الأيام الماضية نتيجة لبيانات التشغيل الأمريكي والتي جاءت أقل من التوقعات، مما دفع المستثمرين للربط بين تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وتراجع النشاط الاقتصادي. سوق اليابان وأسواق آسيا شهدت كذلك انخفاضات كبيرة في أداء سوق الأوراق المالية، وذلك على خلفية قرار البنك المركزي الياباني برفع سعر الفائدة بنسبة 25% ووضع خطة لتقليص برنامج شراء السندات. أيضا أداء سوق الأوراق المالية المصرية يرتبط بشكل كبير بأداء الأسواق الأمريكية واليابانية، خاصة أن السوق يتداول عند منطقة 29,000 إلى 30,000 نقطة منذ فترة طويلة دون وجود محفزات كبيرة أو عوامل إيجابية في الاقتصاد أو ضخ استثمارات جديدة بالسوق لتحقيق ارتفاعات أخرى. ويوجد تحليلان هنا حول المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي مع مصر. الأول يشير إلى أن صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتمانية يهدفون إلى تحسين قيمة الجنيه المصري، خاصة أن المستثمرين الأجانب دخلوا السوق المصري عند سعر 47 جنيها للدولار، وقد حققوا عوائد خلال الفترة الحالية، بينما يشير التحليل الثاني إلى أن الدولة المصرية لن تدافع عن سعر الجنيه المصري وستسمح بانخفاضه مع زيادة موجات خروج الأجانب، وذلك لتوزيع مخاطر تغير سعر الصرف الأجنبي بين مصر والأجانب وعدم تحميل مصر لتلك المخاطر. هذا وتوجد ضرورة ملحة لتأمين احتياجات الدولة المصرية من النقد الأجنبي من خلال منع ظهور السوق الموازي مرة أخرى، خاصة مع ظهور بوادر لتداول الدولار في السوق الموازي بسعر 49 جنيها للدولار، مما قد يؤدي إلى زيادة الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي. الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري مؤخرا سمح لعدد من الشركات الأجنبية بالاستحواذ على حصص أغلبية في عدد من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري، وهنالك خطط لشطبها مما يهدد كفاءة سوق الأوراق المالية المصري. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول زيادة مبيعات الأجانب بأذون الخزانة المصرية. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. الآن نعود إلى حور محمد حور. شكرا لك هشام عبد التواب، وبهذا العرض للزميل هشام عبد التواب نكون قد وصلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الختام هذه التغطية الإخبارية. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي أنا حور محمد، إلى اللقاء.